السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كياديليز. أولا وقبل كل شيء كنرحب بالأصدقاء أو لا المشتركين الجدد في قناة ديالي، نورتوني وشكرا شكرا على الثقة اللي وضعتوا فيا. اقتراح ديال اليوم غادي يكون عبارة على الباناكوتا بكولي دومونغ. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 200 مليليتر ديال الكولي دو فرامبواز، جوج الأوراق ونصف ديال الجيلاتين أي ما يعادل 6 غرام اللي غادي نديروهم في الماء بارد بزاف، وغادي ناخدو الكاسرونة غادي نديروها فوق من البوطة، وغادي ناخدو لي 200 مليليتر نخويهم في هاد الكاسرونة هادي ونخلوه يسخن شوية، غير يسخن، نحيدوه من فوق البوطه ملي يسخن، نزيدو فيه لا جيلاتين ديالنا ونخلطو هاد العناصر ديالنا مزيان حتى تذوب لينا لا جيلاتين، ونخويو الخليط ديالنا في كؤوس التقديم كطبقه اولى. على فكره انا كان عندي هاد الكولي دو مونغ وباش ما يخسرش درتو كون باناكوتا، نتوما ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفواكه ولا اي نوع ديال لي كولي. غادي نسالي هاد العملية وغادا ندخل هاد لي فيغين ديولي ولا هاد الكؤوس ديولي للتلاجة ونعاودو نتلاقاو. والطبقة الثانية غنحتاجو لها 200 مليليتر ديال كريم فريش، معلقة صغيرة ديال نكهة الفاني، جوج معالق كبار ديال السنيدة أو السكر الخشن والحلاوة كتبقى على حساب الأذواق، وعندي جوج أوراق ديال الجيلاتين ونصف ما يعادل 6 غرام اللي كنديروهم في الماء، وكناخذوا الكاسرونه ديالنا كنديروها فوق البوطه وكنديروا فيها 200 مليليتر ديال الكريم فريش، ونزيدوا سنيده اولا السكر الخشن ومعلقه صغيره ديال نكهه الفاني. لاحظتوا انا راه ما درتش السكر في الطبقه الاولى اولا في الكولي ديال المونغ لانه ديجا حلو، والا كنتو غادي تستعملوا نوع من الفواكه ممكن تزيدوا سنيده على حساب الذوق ديالكم. غادي نحركوا هاد العناصر ديالنا حتى تذوب عندنا هاد السنيده، نحيدوه من فوق من البوطه ونحركوه حتى يدفع عندنا شويه هاد الخليط، عاد باش نزيدو فيه اوراق ديال الجيلاتين ونخلطو مزيان حتى ينسجمو لينا هاد العنصرين مع بعض، ونخويو على الطبقه الاولى اللي تسنينا عليها ساعتين في الثلاجه حتى بردات وشدات في راسها، وندخلوهم الثلاجه حتى يبردو ونعاودو نتلاقاو. لي فيغين ديالنا ها هما واجدين، الباناكوتا ديالتنا ها هي واجده. انا غادا نزينهم بشويه ديال بيستاش كونكاسي، وتزيين كيبقى اختياري، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الباناكوتا بالكولي دالمونغ. الى عجبتكم الوصفه لايك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصحاب والاحباب، سافا مفيغ بليزير. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا قناة كياديليز عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وإلى اللقاء كياديليز.